يال مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. صعب عليكم تهدير الناس كذا ونستفاد هذا الموضوع او حاول كامل على حالي يا نحكي بس صراحة عن جد جزء كتير كبير من حياتي كذا انكم عن جد انا بحبكم كثير انا لحد الان ما عم بوضح حدا آخر سنتين عم نلاحظ أنه يوتيوب صار جحيم من الدراما والخلافات، والجدير بالذكر أنه ما نكون متوقعينها، مثلاً خلاف إيمون ورمار وحتى خلاف نارين ونورستارز. فاليوم رح نحكي عن أبرز اليوتيوبرز اللي انتهت صداقتهم بعد فترة طويلة أمام أعيننا. ياسمين ووسام تيكت أحب المتابعين هالثنائي بشكل كتير كبير مع بعض، فمن كثرة ما كانوا مقربين ويصوروا فيديوهات كثيرة مع بعض زعم البعض أنهم على علاقة حب. يس مثل ما سمعتوا، فعمل الفانس صفحات على انستغرام وصور لهم مع بعض وتصاميم حب إلخ إلخ إلخ. بس كل هذا انتهى بعد ما قررت وبشكل مفاجئ للجميع ياسمين ترك الفريق والعمل لوحدها. جواني وبيسام من كتر ما كان يعبر جواني وبيسام عن صداقتهم وقوتها وأنهم مستحيل يتخانقوا أو يتفارقوا، حسينا أنه منشار ما بيقطع حبل صداقتهم. بس وبشكل مفاجئ جدا انقلبت هالصداقة لجحيم، بكاء، حقد، سب، انتقام، إلخ إلخ إلخ. وأنتوا عارفين شو صار بعدها. إيمو ونورمار صداقة إيمو ونورمار كانت صداقة مثالية على حسب ما كنا نشوف بفيديوهاتهم مع بعض كفريق، بس عالم اليوتيوب لازم ننتظر منه كل شيء. فبشكل مفاجئ كمان نزل إيمو خبر خروجه من الفريق وأنه سبب الخروج كان مشاكل بينهم ولسه ما انحلت لحد الآن. نارين ومو فلوكس صداقة نارين ومو بحس شوي معقدة ومو مفهومة، فكانوا أصدقاء بعدين اتخانقوا بعدين رجعوا أصدقاء بعدين اتخانقوا وعملوا أنفولو لبعض بعدين ردوا الفولو بعدين عملوا أنفولو بعدين ردوا الفولو. ولما تسأل نارين بترد ليه وقفتوا تصوروا سوا؟ في فكرة حلوة عندك؟ عطيني إياها بكرة بصور معه. وات؟ كل هذا وطلع ما في مشاكل؟ أحس كنا عاملين مسلسل تركي بعقلنا. نور ستارز ونارين بيوتي بظن أنه أغلبكم إذا مو كلكم حضر هالستوريهات وشاف الخلاف اللي صار بين نارين ونور ستارز بعد صداقة دامت سنين. فصوروا عدة فيديوهات مع بعض من قبل وحكوا أنهم ممكن يعملوا أغنية مع بعض، بس كل هذا انتهى بعد قصة سرقة فكرة قناة الجيمينج من نارين. فإذا ما كنتوا فاهمين شو صار بينهم احضروا أول فيديو موجود بصندوق الوصف أو بأول تعليق. فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اكتبوا لي أكتر الدراما كانت نار بالنسبة لكم بالكومنتات. كان معاكم إياد، أديوس. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وفعلوا زر جرس التنبيهات مشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وكمان تابعوني على صفحتي على انستغرام صفحة جوك تي في.